الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد على شبهة لحد ما يجي الشيخ أبو بكر إن شاء الله. ألقاها الزنديق محمد المنتصر الإزيري على قناة أم درمان الفضائية. قال محمد المنتصر الإزيري الصوفي، قال: يمكن لغير الله أن يخلق؟ قال: ممكن إنه غير ربنا يخلق بأدلة. قال: الدليل إنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام خلق طير، خلق طير، وعيسى مخلوق وليس خالق، وما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي. فعيسى ابن مريم نبي خلق، ممكن الأولياء والشيوخ يخلقوا. الدليل الثاني قول الله تعالى، دي أدلة الصوفية الفهمينها غلط: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين جمع، جمع يعني الله وراه ما بيخلق. عند الصوفية في خالقين كتار مشتركين مع الله، بيخلقوا الله بيخلق وديل بيخلق، اليوم شيوخ الصوفية. وبناء على ذلك، بناء على هذه العقيدة الكفرية الشركية، ذهب البرعي وقال له: سلم يا ولد، القلب البت ولد، طالما في شيوخ صوفية بيخلقوا ممكن كمان يغيروا خلق ربنا ذاته. قال له: سلم يا ولد، القلب البت ولد. وحكى القصة تحت، قال: كان للشيخ يعقوب ابن أحمد، ولا منو ما عارف الصلاحابي أو ذاك، الحكى عن الشيخ يعقوب قال: كان عنده 6 بنات، فشكى لشيخ أحمد الطيب البشير عدم الولد الذكر، فأمره أحمد الطيب البشير أن يحضر أكبرهن بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. قال له: أكبر بيت جيب لي. ودي المقالب اللي بيعملوها شيوخ الصوفية دائما، جيب لي. فقال فأحضرها في الوقت المذكور، ده كلام البرعي بالنص. قال: فمر الشيخ يده عليها، يعني على الفتاة، مسحها بيده، ده ما قليل أدب الصوفي ده. قال: مر الشيخ يده على الفتاة تاليا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. والآية دي ما عندها علاقة بالموضوع ده، نتكلم عن لوح المحفوظ. قال البرعي: فقلبت الفتاة، يعني فقلبت ذكرا من حينها، وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 سنة، وتزوج وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورك. قال البرعي: وهذه الكرامة لولا وقوفي علي، لولا وقوفي على صحتها بنفسي لما سطرتها. وقام سطرها في ديوانين بتاعت شرك بتاعت البرعي. ديوان لك سلام مني، قال له: سلم يا ولد، القلب البيت ولد. وديوان رياض الجنة ونور الدجنة بيتكلم عن قصيدة أحمد الطيب بن البشير ذاته، قال: ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب، كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. قلب ولد. أول حاجة الرد على الشبهة دي، بعدك نجي الرد على شبهات محمد المنتصر الإزيري صاحب حسين خوجلي قبح الله الوجهين. الرد على الشبهة دي، ربنا قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله خلق بيت، بيت، خلق راجل، راجل، خلق فار، فار،
خلاص لا تبديل لخلق الله. الله خلقه كده ما بيتبدل، ده أول حاجة رد على شبه البرعي. أما محمد المنتصر الإزيري قال غير الله بيخلق، واستدل بآيات عيسى بن مريم. ربنا قال عن عيسى بن مريم: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى ابن مريم، انت لاحظ الرد في الآية ذات، القراءه البليده ذات الصوفي ده في الآية ذات قال أني عيسى أخلق، والخلق في اللغة يعني الصنع، وفي الشرع الإيجاد من عدم، فهنا أخلق لغة يعني أصنع، بدليل كهيئة الطير، ما قال أخلق طيرا لحد هنا في الآية، هنمشي قدام، ما قال أخلق طيرا، قال أخلق كهيئة الطير، ما قال أخلق طيرا، والكاف للتشبيه، فعيسى ابن مريم ما خلق طيرا وإنما صنع من الطين شكلا من الطين كهيئة الطير، وما كان طيرا لأنه قال كهيئة الطير، فلو كان طيرا مخلوقا حقيقيا لقال أني أخلق لكم من الطين طيرا، ما قال كهيئة الطير. لكن شوف لما قال فيكون طيرا بقى طير، ما بقى كهيئة الطير، قال فيكون، ما قال هو اللي بيسويه، قال فيكون طيرا، منو البقاو السوام منو؟ بإذن الله. في عيسى ما خلق، خلق كخلق الله ما حصل أبدا، عشان كده ربنا قال ألا له الخلق والأمر، ألا له، وله دي جار ومجرور، والجار والمجرور في اللغة في الأصل بتكون في نهاية الجملة، ربنا جابها في البداية كعادة العرب لأسلوب الحصر والاختصاص، فلما قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر دل ذلك على أن الخلق والأمر لله وحده لا شريك له، لأن ربنا قدم ما حقه التأخير فأفاد اختصاص وحصر الخلق بالله وحده. ما في زول مع الله بيخلق يا صوفية، ما في زول مع الله بيخلق. أما قوله تعالى في ختام الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، قال العلماء أحسن الخالقين أحسن صيغة تفضيل على وزن أفعل، على وزن أفعل، والتفضيل في لغة العرب يأتي لمعاني، المعنى هنا الذي يهمنا أنه تفضيل ليس للطرف الآخر منه شيء، زي شنو من السنة مثلا في صحيح البخاري، حديث مشهور كلكم عارفينه تقريبا، لما دخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام أو طرق الباب، كانت هناك نسوة عند النبي صلى الله عليه وسلم عاليات أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب، يعني خشوا جوا اللوضة، خشوا ورا الحيطة بغادي، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال كنا عندي نسوة فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا يا عمر أنت أفظ وأغلظ. هل ده معناته إن النبي عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الغلظة والفظاظة وعمر أفظ وأغلظ، ولا ده من التفضيل الذي ليس للطرف الآخر منه شيء؟ بدليل القرآن ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عرفت الحتة دي؟ فده من باب التفضيل الذي ليس للطرف الآخر منه شنو يا جماعة؟ منه شيء.
والخالقين يعني الصانعين. فالله عز لأنه ده المعنى اللغوي للخلق، فالله عز وجل أحسن هؤلاء لأنه يخلق من العدم ومن غير مثال سابق تبارك وتعالى. فرب غير ربنا ما في زول بيخلق. ربنا سبحانه وتعالى قال فتبارك الله رب العالمين، رب العالمين. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله؟ الله قال كذا، محمد المنتصر قال لا، قال شيوخهم بتاعنا الصوفية بيخلقوا. والغريب والعجيب إنه شيوخهم اللي بيدعوا إنه اللي بيزعموا إنهم بيخلقوا دال كلهم ماتوا. طيب ماتوا ليه لو هم بيخلقوا أصلا؟ البرعي مات، المكاشفي مات، الكباشي مات، صايم ديم الكبير داك مات، كلهم ماتوا، كلهم تحت التراب. فلو كانوا بيخلقوا وهم آلهة تعبد مع الله لما ماتوا، لأن ربنا قال كل من عليها فان، يعني أي زول بيموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعال فرصة يا شيخ أبو بكر.